وعدت بنجوم الليل خمسة اي ومسلسل كانتار زادة ومسلسل كانتار. نبدأ بنجوم الليل خمسة باه باش تكون أنت المخرج. ماذا بيا لي ماذا بيا لي ماذا بيا لي عندك أسماء؟ عندي أسماء. جي بروبوزي أنا السوسن الجملي سوسن الجملي اللي هي معناها نحبها برشا ونوجه لها تحية. خدمت معاك سوسن؟ أي كانت المساعدة أنت أي خدمت معايا. وأنا وقت نهار اللي جيت وقت في نجوم الليل أربعة لأنا قلت راه سوسن بدأت معايا من نهار الأول. يعني سوسن كونت الفانس دون زان بروجي ما فماش معناها ذاك سي معناها حاجة إلي تري فيدال معناها أسون ترافاي وتحب برشا خدمتها ونتمنى لها كل النجاح. و فوندو كيفاش لقيتو سني؟ والله يشوف أنا كان معناها كان باش نحكي على سوسن ما نجمش نحكي موضوعية خاطر مرأة نحبها برشا ونحترمها برشا. ما لفك علينا من المجاملات؟ لا 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 مش مجاملات هذه حقيقة. هي تو تخدم معناها عندها سنين معناها على روحها. لا لكن الإنسان لازم ديما يراب العشرة. فوندو أنا باش نقول حاجة، المسلسل فيه إيجابيات وفيه سلبيات كأي عمل. المشكل مش في الفوندو، ها وين المشكل؟ المشكل اللي الأعمال اللي قاعدة تتعدى في شهر رمضان، وهذا رأيي الخاص أنا منحب معناه إن التوقيت نتاعها غلط، والبعض منها موش نتاع شهر رمضان. هذا القناعة اللي أنا وصلت لها اليوم. علما وأنك لما كنت في شهر رمضان كنت منخرط في أعمال فيها الشراب وفيها السلاح وفيها المخدرات وفيها التوقيت متاحة اللي هو بكري. هاني جايك به. أولا ساعة فما له فاكتور آج، العبد قد ما يكبر قد ما ينضج ينضج به. ثانيا فما طريق الطرح. أنا وقت اللي خدمت للتشهير لا للإشهار. أنا جيت وجور كونداني لو مال. اليوم ترى في الإشهار في الأعمال. كن نرجع للأعمال معناها منحب أنا تو جيت عندي عشر سنين ولا قديش منحبش نقد بناء. أي أنا معك في كلامك. الناس تفهم اللي راهو النقد انتهي نقد بناء. معناها منيش أنا بالعكس الناس اللي خدمت لكل وشورتو السنة في وضع معناها وباء كما الكورونا إن شاء الله معناها علما وأنه انت جدنا الكل للأسف الشديد تصير كان في رمضان معك. هذا هو كما يقولوا مربة الفرس. احنا المشكل مش في المسلسلات، المشكل انه احنا الانتاجات ما نجم نعديوها كان في رمضان. دونك كل مخرج يحب يعمل انوتروستي، يحب يعمل حاجه جديده، يحب يقدم. اما علاش انا قلت لك معناها توقيت مش صحيح، وعلاش قلت لك رمضان معناها دو بريفيرونس ما يتعداش الستيل هذاك. انت قلت لي معناها انا عملت نجوم الليل، نجوم الليل كانت فيه طريقه نتاع طرح أنه العائلة التونسية كانت تنجم تتفرش. سيتي با أسي أوزي نجوم الليل. دور أنا نجوم الليل فما الاغتصاب. شوف كيف صورت وأنا الاغتصاب. أما يبقى اغتصاب. لا ما ريت شيء. وفما ما فهمت شيء شكون. وفما الخمر. لا وقتها كانت أنت عام 2000 تعرف 2011 فما طريقة. إي أما مهدي أي. أنا زدت نعرف خدمت مش تعمل لي مشاكل راح. خدمت الدراما خدمت الدراما من 2002 و3 و4 كان حتى كلمة باش نشرب تتقص. بعاني جايك مش كيس الشراب. معناتها كيس الشراب ما فماش كيس الشراب. لا احنا انا لا شو انا جي با فوكاليزي دوسو سيتادي رابش. قولك حاجة انا كيما قلت لك توا نحب ما نحبش نعمل مشاكل ولا نذم ناس. انا شناتي رأي معناها في إطار الحرية معناها ما نحبش فما فرق بين لو كونتكست معناها فرض عليك أنه فما وضعي معين أو فما فرق بين حاشا الشر في جينيريك تحط معناها دبوزة سامحني جوع ولا نعرفش كيفاش وين ريتها في أني جينيريك شفتها ولاد مفيدة شو في جينيريك فما في جينيريك فما فما تتواجد نعم فما تتواجد لا لا فما حاشا الشر. يعني أنا بيرسونيلمون أنا سما ديرانجي كي نغزر الحاجة هكا القتني ما فهمش علاش بدون سبب فهمت شنو زيد. دونك انا جي اسيي حتى كي باش نطرح مواضيع ولا نطرح سيتي كيما قلت لك للتشهير لا للاشهار. دونك الدراما اللي صارت من نجوم الليل لتوا والتفاجئ معناها الكبيره شنو ما فهمش حاجه كبيره تبدلت هادي لا معناها
شنو 10 راه 10 سنين. شوف 10 سنين التالي التليفون اللي كان موجود واليوم ما شفنا تجارب مختلفه مثلا نوبه وي نوبه اي اي كان نفس اخر مختلف محلاه نوبه اي اي شفنا مثلا الجزء الاول الجزء الاول محلاه والثاني زاد اقل شويه اما الامبيونس هذيك محلاها وي مختلفه وي. وي دار نوجالو تحية عبد الحميد لا في معناها دو بون ترافاي وسناها انا شفناه في كينيا ما كانش اي سامباتيك زاد اي معناتها عندك حاجات جديده عندك رؤيه اخرى مي سي با سي با لو برودوي فهمت شنو سي با نو با سي با لو برودوي انا مش باش نقول ليه باش نقول سي تا معناها حلو عمل النوبه عجبني الجزء الاول عجبني كانت فيه ريشيرش كانت فيه حاجات حرقه مثلا خليني سامحني كان نكملك خاطر انا كي نقول حاجه مش نقولها ونمر مرور الكرام انا بجوفي اكسبليكي بروفيسيونيلمون علاش انا مش متفرج دونك فما في الديريكسيون داكتور فما نوع انك تحسهم كانوا يعملوا في المسرح كانوا مشور تياتر لي زاكتور وذي الحاجه اللي كثرت برشا في البارتي الثانيه وحسوها العباد يعني لو جو سيتي كانك توي دون فهمت شنو سي ما تحسش روحك توي دون في وسط مسلسل لو جو ياسر معناها احنا نقولوا معناها فما سور جو برشا رغم اللي البعض ما لاحظتش الحاجه هذه انا لاحظت وظهر الطبيعيه وخاصه انه نفس الابطال كانوا موجودين هنا علاش يكونوا علاش يكونوا هنا يمثلوا بطريقه وفي انا قلت لك الى في ان بون ترافاي نتمنى له كل النجاح ومعناها وبالعكس نفرح انا كي نلقى معناها مخرج تونسي يعمل عمل جيد نقول له برافو وكمل وانا راني قاعد نعطي في راي نتاعو خيان مش انا كان يا ما كانش تحفون تحفون هكا سامباتيك في معناها سي ان كونسيبت حلو حلو حرقه ماهوش لو بروجي نوجه زاده تحيه لاسعد الوسلاتي نقول له برافو على خاطر عمل في نيفو انترناسيونال الحقيقه معناها كل انسان يجبد العمل نتاعو هنا خدمه معناها سي دو سوليد فريمون معناها جو لو فيليسيت بقينا موش نتاع رمضان وموش نتاع التوقيت هذاك زاده احنا ما ننجو كان في رمضان خلينا نتفقوا دونك هذه ماهوش تاع رمضان هذه خلينا نحيوها لا ما نجموش نحيوها ما نجم ننجو كان في رمضان لا سامحني لا عاد لا ما نجموش نحيوها ما نجم ننجو كان في رمضان شو علاش ما نجموش التكاليف نتاع معناها احنا توا حطيناها في مخاخنا الحكايه هذه معناها اون بو با افونسي المستشارين معناها ما نجموش نصلحوا الغالب هي مساله اشهار اليوم الباكو اللي يتحط على الاشهار في شهر رمضان بالنسبه للحلقه تقريبا حلقه نتاع مسلسل تتكلف خلينا نقول للناس قداش تتكلف الحلقه في نتاع مسلسل محترم تتكلف فوق ال 100 الف دينار الحلقه الحلقه الواحده اليوم لا نحكوا على الفلوس هنا سامحني سامحني فما حاجات اهم من الفلوس انا عندك ان اكزامبل انا ولدي قصي عمره 4 سنين كل نهار قاعد يغزل للتلاخ تتعداو بكري مسلسلات و حرقه شنو اللي قلقك هاني جايك عاد عمره 4 سنين يشوف مع تلفيت توجهه للتلفزه دزوا معناها فما واحد دز واحد في الـ في الـ في البحر تفجع عمل هكا il n'a pas compris غدوه معناها فهمت شنو فما تاثير فما ولاد صغار قاعد تفرج انت كي تعدي لي مسلسل 8 و9 نتاع الليل ومعناها في الاوقات تو كي تعدي 10 نتاع الليل وقتها تقول القائل شبيه واحد ما رقدش صغارو لكن انت كي تعدي لي مسلسل او تور اي دمي ولا معناها في الوقت توقيت هذاك لانه واحد رمى واحد في البحر لا الطريقه عاد فما لا الطريقه سي تي اغريسيف انا عطيتك توا انت ليش تعمق في المحقق كونان اي تفرج في حلقه انت محقق كونان عمل موجه للاطفال الطفل الصغير اي تفرج في حلقه انت محقق معناها حاجه سبونتاني لا فاسون لا فاسون اي تفرج في حلقه محتا محقق كونان اللي هو عمل موجه للاطفال يتعدى على سبيس تون وشوف كميه القتل والعنف والضرب والشنقان والتسميم يا ربي اللي موجود في عمل لا يعني نقول لك معناتها باهي 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 ما نتحملوش هادي باش نسالك سؤال باهي فما حاجات هاني قلت لك انا راهو رمضان معناها فما نوع المتفرج يغزر بطريقه اخرى معاك وفما اون كونسونتراسيون كبيره برشا موش كيما سير الايام سير الايام سي اوتر شوز مثلا كان جاي بار اكزومبل يتعدى في البرمجه الشتويه نقولوا لو ويكاند فوندردي سامدي ولا 3 حلقات في الجمعه راهو بالعكس راهو كيما مثلا الفوندو تو بار اكزومبل علاش فما اون سيكونس كي فريمون معناها قلبت الدنيا الكل
نتاع وقت اللي نزال ديجا نوجه له تحية خاطر أبدع الحقيقة معناها ويلا بروفيكو سيتي أن جران كوميديان الحقيقة تبارك الله عليه. بقينا وقت اللي واحد بكزازة يعمل هكا ومعناها في كذا سي شوكون سي شوكون. أنت لحتيت لي لموان 12 لموان 14 لموان 16 لحت شيء. أنا بار كونتر وقت اللي في السيكونس وقتها مع عايشة عطية دار نوجه لها تحية نتاع الفيول اللي حكيت عليها عملت ان كارتون حتيت من 12 عام تقريبا. مهم هذا يا راهو اول واحد في تونس حتى في مسلسل بإرادتك وقتها سدا. انا عملتها شنو بإرادتك؟ لا معناتها خطر اليوم من 12 عام تحطها لهيكا وتقول لك طلعوا للعشرة نتاع الليل من 12 عام يلزمك تطلعوا للعشرة نتاع الليل. لا انا عملتها رغم اللي ما فما حتى شيء كريتني كيفاش عديتها مرور الكرام تاع الليل. اما مهم جدا انه الصغار زاد نخموا فيهم وقت الاعمال الدراميه. بيان احنا في رمضان نتلموا العائله تتلم. قل لي حرقة تعتبروا لو بروجي مختلف زاد على الجو هذايا مختلف على جو نجوم الليل معناتها قاعدين نشوفوا في دراما اخرى دراما مختلفه. شو هو كيفاش تقيم انت بروجي؟ تقيم بروجي معناها تشوفوا تكنيكمون كيفاش تخدم. تكنيكمون اش قولك فيه؟ تكنيكمون مخدوم بالباهي باهي اخر كاستينغ نتاعو الكاستينغ نتاعو زاد باهي. الخرافه فيها حاجات معناها باهين كان يجب معناها ما نحب شو هو عمل ناجح وانا معناها هو عنده النظرة نتاعو انا ما نجمش نزيد ندخل اكثر.